سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير مساء الخير. أهلا، مساء النور. ازيك يا أستاذ؟ ازيك حبيبي؟ ربنا يخليك. سعادة السفير، يعني الرسائل السياسية التي يعني بعث بها الرئيس في هذا المؤتمر، يعني حتى وآخر هذه الرسائل في الكلمة الختامية عندما قال أن هناك دول بات دورها مشبوها وواضحا وجليا للجميع في دعم الإرهاب وتمويله، كيف تراها؟ يعني الأول دعني أقول إنه الجهاز التنفيذي في الدولة، الحكومة وطبعا السيد الرئيس قدموا نفسهم خلال اليومين الماضيين بشكل ممتاز. يعني أعتقد إن ده كان الرسالة أبعد من إن هي توجه للشباب بس، ولكن كانت رسالة للشعب المصري كله اللي كان انتابه قدر من القلق في الفترة الماضية. أعتقد إن الحكومة والسيد الرئيس في رسالتهم كانوا، يعني انا بقول لحضرتك انه اي واحد حتى كان يعني معارض او مشكك او خلافه، اعتقد ان الطرح اللي قدم خلال هذا المؤتمر كان قوي جدا من ناحيه الحكومه ومن ناحيه السيد الرئيس. وانا بشوف ان هو ده يمكن من اهم الرسائل اللي خرج بها المؤتمر بشكل قوي ومقنع بشكل يعني حقيقه. يمكن أول مرة نسمع يعني الشكل دوت، حتى الوزراء وهم أمام البرلمان ما بيقولش بنفس الكفاءة وبنفس الوضوح وبنفس الإقبال وبنفس الإقدام والتفاؤل زي ما كانوا في المؤتمر ده. فأنا بحيي هذا المؤتمر من هذه الزاوية، زاوية بعث الأمل في نفوس المصريين كلهم وليس الشباب فقط ولكن في كل الشعب المصري. أما بالنسبة بقى للرسائل السياسية الخارجية، أنا أحيي يعني رسالة السيد الرئيس إنه لا رجعة ولا تهاون في هذا الموضوع، لأن في طبعا ناس بتراهن على تفكك التحالف الرباعي وإن في ضغوط هتمارس عليه من القوى الخارجية ومن كل الدول، خاصة إن حضرتك شايف إن موقف الدول كلها، وزي ما اتكلمت مع حضرتك قبل كده على الهواء في البرنامج مع حضرتك قلت لك إن الموقف الدولي مايع من هذه المسألة، صحيح صحيح. وده بتستمر هذه الميوعة وتنضم إليه قوة. يعني أنا أعتقد كنا إن هي قوة مناصرة فعلا لكل من يقاوم الإرهاب، ولكن يبدو إنه هناك إصرار على فكرة إن هذه الأزمة هي أزمة خليجية ما بين دول الخليج بعضها البعض، ويجب إنها تحل في إطار خليجي، ومفيش حد بيخاطب المفهوم العام والأكبر والأهم، وهو إن هذه الدولة بتقف وراء الإرهاب وبتدعم الإرهاب. فأنا أعتقد إن رسالة السيد الرئيس اليوم كانت إعادة تأكيد على موقف مصر، وهو الحقيقة في كلامه أمس أيضا في الرد على الأسئلة يعني أوضح بما فيه يعني كده بطريقة يمكن ما كانتش واضحة أوي للجميع، ولكن هو قال إحنا هنستمر في موقفنا بغض النظر عن مواقف الآخرين، هنستمر في موقفنا المناهض لهذه الدولة التي تقف وعندنا إثباتات إنها تدعم الإرهاب بشكل قوي جدا. وبالتالي أنا أشوف إن العالم عليه إن هو يعني يدرس يعني الكلمة اللي اتقالت من السيد الرئيس ويضعها في الاعتبار، ويكف بقى عن المظاهر الخادعة والإجراءات التجميلية اللي هم بيعملوها في إنه لازم الأمور تحل في إطار سياسي، في إطار مجلس التعاون الخليجي، في إطار الأسرة الخليجية، ويبتعدوا تماما عن المفهوم الأساسي وهو إن هناك دولة بتهدد السلم والأمن الدوليين بوقوفها وراء جماعات إرهابية معروفة للجميع. فأنا أحيي هذه الكلمة، وأحيي أيضا التماسك الرباعي حتى الآن. يعني البيان اللي جاء أمس أعتقد أنه هو كان أيضا مش بس بيحدد الشخصيات ومنظمات، ولكن بيرسل رسالة للعالم أن هذه المجموعة الأربعة لا زالوا متماسكين، لا زالوا مصممين على موقفهم، وده في حد ذاته يعتبر انتصار وبيديهم القيادة العليا في الموقف الحالي. خاصة أن هذا البيان جه وأعتقد يعني كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسه في المنطقة. لا، ما هي الزيارة ديت يعني عارف حضرتك زيارة بلا جدوى، وبصراحة ملهاش أي معنى ومش هتصل إلى شيء، ومش ممكن إن هو يكون مؤهل ان هو يقوم باي نوع من الوساطات، واحنا مش عايزين وساطات لان الموضوع امور واضحه، وكل من يحاول ان هو يلعب دور مجرد ان هو بس يطوف في الخليج ويهرول يعني من اجل ان هو يدي نفسه دور سياسي في المنطقه، انا اعتقد انه ده مش وقته، ولا وساطات ولا شيء، الامور واضحه. وعلى دوله ما هي خرجت عن الاطار العربي والخليجي والدولي حتى كمان ان هي تعيد تقييم نفسها وتعيد العمل
مرة أخرى على سياستها الخارجية، وتوقف فعلا بصرامة أي محاولات لدعم جماعات إرهابية هي معروفة للجميع ومرصودة من الجميع، وكل العلم حضرتك التحويلات المالية اللي بتطوف في العالم مرصودة من قبل الولايات المتحدة من وزارة الخزانة الأمريكية، وتعلم تماما مين اللي وراها ومين اللي يعني بيحولها فين. وأعتقد إن الأسامي المنظمات اللي تم طرحها أمس من قبل التحالف الرباعي اعتقد ان هي دي معلومات كانت يعني جديره من الاخرين بانهم يعني يبنوا عليها مواقف ويتحققوا منها ويبنوا موقف فعلا صارم ضد كل من يحاول ان هو يعبث بالسلم والامن الدوليين عن طريق دعم الجماعات الارهابيه. نعم، شكرا جزيلا السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق.